ورجعنا لكم بعد الفاصل مع مجموعة شباب محبين لمجال الإعلام، ولكن عايز أسألهم، أهلا بيكم أولا، ولكن عايز أسألكم إيه اللي محببكم في مجال الإعلام أكتر، وعرفوا نفسكم أكتر للسادة المشاهدين. أنا لامورنا أشرف، أنا أولى خدمة اجتماعية تنموية في بني سويف. أنا حابة مجال الإعلام كعامة، إن هو بيعرف يوصل صورة، بيعرف يساعد المجتمع، بيوجهه وبيديله التعليمات، سواء كان بقى في التعليم، سواء بقى كان في صحة، فهو الإعلام ده هو الإشارة اللي المجتمع بيبقى ماشي عليها. جميل جدا، عرفنا بس. أنا اسمي المجدي، أنا في تالتة إعداد تاريخ السنة دي. أنا يعني من زمان جدا بحب مجال الإعلام، حتى من أيام ثانوية عامة كنت يعني بحب أقلد المعلقين، أحب أقلد المذيعين، أحب أقلد الناس الكبيرة كده. يعني أنا حاسس إن أنا ممكن يكون ليا قابلية في الإعلام، أو يكون ليا مثلا، يعني كنت حاسس إن أنا شايف نفسي في المجال ده أكتر أكتر من الكلية أنا فيها، بخصوص يعني إن أنا كنت يعني عندي لباقة أكتر في الكلام قدام الكاميرا، بعرف أجيد اللغة العربية كويس، فدوت حببني أكتر، لأن الإعلام هو ركيزة الدولة. طالما الإعلام بتاع الدولة قوي كده، الدولة تقدر إن يعني حتى لو فيها مشاكل الدولة، لكن طالما الإعلام بتاعها قوي فكده تقدر تتخطى أي صعوبة مهما كانت فيها. طب إيه اللي منعكوا من دخولكم للمجال الإعلام؟ بصي حضرتك، هو مش حاجة معينة، يعني الواحد لما بيبقى عنده حلم وهدف بيوصل له، فأكيد يعني أنا مش هوقف عشان مثلا مجموع ثانوية عامة أو أي حاجة. أنا طول ما أنا باصة أنا لازم، أنا هدفي إني أكون حاجة في المجال ده، فهسعى إزاي، سواء بقى بتدريبات، بكورسات، لو مثلا أشوف كورسات في المنيا في القاهرة، عشان أنا عايزة ده، فأنا حابة ده، أنا حابة المجال، حابة أن أنا أدي فيه. فأنا الكلية اللي دخلتها ده بسبب مجموعي في الثانوية العامة، بس عمر المجموع وعمر البيئة اللي أنا فيها هتكسر الأهداف أو الأحلام بتاعتنا. بس فأنا حابة المجال، حابة أن أنا يعني قدام الكاميرا الموضوع حلو، يعني أعرف أتكلم مع الناس. برغم أن أنت دراستك يعني خدمة اجتماعية، ولكن بتحبي مجال الإعلام، يعني أنت ما شفتيش أن الدراسة دي هيكون عقبة ليكي؟ بالعكس، ده أنت في دراسة، يعني دراسة غير دراسة الإعلام، ومع ذلك بتاخدي دورات في الإعلام عشان نفسك تكوني حاجة في الإعلام. تمام، إن شاء الله هتكوني إن شاء الله حاجة كبيرة. يا رب إن شاء الله. أنا هتكلم معاك وائل شويه. انت قلت لنا دلوقتي ان انت بتحب مجال التعليق الصوتي، ويمكن المعلقين الرائدين ما اكثرهم في مجال الرياضه، واكيد عندك مثل وقدوه في التعليق الرياضي، وقالوا لي ان انت كمان معلق شاطر قوي، فتحب تقدم لنا كده حاجه من اللي انت حافظها؟ انا كنت دايما يعني كنت بحب طريقه ايمن الكشف جدا، لما كان بيعلق على ماتشات كتير فكنت دايما بتابعه، فيعني لو يعني قلده يعني ولا ماشي يعني. اتفضل كده في حاجه بسيطه. فكان دايما ايمن عنده حته مشهوره كده، اللي هو يقول لك كده: بسم الله الرحمن الرحيم، احييكم مشاهدينا الكرام واسعد بصحبتكم الكريمه في هذا اللقاء، واينما كنتم اصدقائي فاهلا بكم، الليله لقاء القمه، الليله لقاء القرن، الليله الاهلي والزمالك فيس تو فيس في لقاء القاهرة الدولي، لقاء هو اللي هيحدد مين بطل القرن، مين بطل أفريقيا، مين اللي هيغني بالأميرة السمراء، مين اللي هيتأهل لكأس العالم للأندية الموسم القادم في قطر. جميل جميل. انت كمان ليكي في التعليق الصوتي ولا؟ جميل جدا. يعني انا بتمنى لكم مستقبل هائل، وما شاء الله عليكم، وان شاء الله كده اشوفكم اعلاميين كبار، وكمان اشوفك في مجال التعليق الصوتي كبير قوي قوي.